الآن نحكي عن دور وجهود رجال المرور في الظروف الحالية وفي حالة الكوارث وفي جميع الظروف. معنا العميد سيادة العميد جهاد السعدي، مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا. يسعد صباحك سيادة العميد. ميت مرحبا، أهلا وسهلا. سيادة العميد، خلينا نحكي أول شيء عن دوركم وجهودكم أكيد المشكورة وتجاوبكم، وكيف كان توزع وانتشار رجال المرور يلي شاهدناها بمعظم المحافظات يلي أكثر شيء هي تسببت وتضررت نتيجة هذا الزلزال. طبعا دور هام وزارة الداخلية بمختلف وحداتها الشرطية، سواء كانت الجنائية أو الهجرة والجوازات أو الأقسام أو وحدات الخدمة الفعلية. كون وزارة الداخلية معني رئيسي بهذا الموضوع، موضوع طبعا إدارة الأزمات والكوارث، وما حصل فعلا هو كارثة صراحة نتيجة طبعا ما سببته طبعا إصابات وجرحى وخسائر فادحة. عمل رجال المرور، إدارة المرور وفروع المرور في مختلف المحافظات طبعا السورية وخاصة التي طالها الزلزال بشكل كبير في اللاذقية وحماه وصرخوش وحلب، طبعا رجال المرور متواجدين دوما في مختلف الساحات والشوارع وعلى مدار الوقت، ولكن هذا العمل بصراحه طبيعه خاصه. صحيح. رجال المرور دائما على مدار الساعه متواجدين في مختلف الاماكن، وهم من يعلمون فعلا اولا بكل ما يطرا من حادث امني او اي حادث طبعا يخص الاخوه المواطنين، وما حدث بصراحه هو حادث كبير جدا بل كارثه طبعا. طبعا هنا العمل طبيعة خاصة تقتضي تدخل الفوري رجال المرور أثناء حدوث هذه الأزمات والكوارث، وتقديم طبعا الخدمات والمساعدة الفورية والسريعة في سبيل تسديد الصعوبات التي تعترض خاصة المسار والطريق. أول من يصل إلى هذه الأمكنة كما هو معروف هو رجال المرور، وأول عمل طبعا قام به رجال المرور في هذه المحافظات المطلوبة هو طبعا عزل المناطق المنكوبة والتي تعرضت للزلزال، وتأمين وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني بكل يسر وسهولة وبسرعة، لأنه كما تعرفين كلما وصلنا بسرعة كلما استطعنا قدر الإمكان إنقاذ المتبقي وإنقاذ النازين. الوصول بسرعة إلى المكان وتيسير أمور الطريق وفتح الطريق بشكل كامل أمام المساعدات وأمام الإغاثة وأمام رجال الإسعاف والإطفاء والدفاع المدني طبعا له أثر كبير في سبيل إنقاذ الأرواح التي فعلا نستطيع إنقاذها. أكيد. لذلك رجال المرور هم أول الواصلين إلى هذه الأمكنة وأول عارفين بما سيحدث. صحيح. أولا الدوريات تقوم بعزل المناطق المنكوبة طبعا بسبيل وصول سيارات الإسعاف وتأمين ما يجب تأمينه طبعا حول هذا المكان. وأيضا هناك عمل يقوم به رجال المرور منذ فترة وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، كونه كل فروع المرور أجرت دورات سابقة بالتعاون طبعا مع وزارة الصحة على تقديم الإسعافات للحوادث المرورية، وأيضا استخدمها رجال المرور في هذا المحور وأثناء حدوث الكارثة ريثما طبعا يصل الفريق الطبي المختص. أيضا كما تعرفين أنه المساعدات التي تصل من مختلف المحافظات أو من مختلف طبعا الدول التي ساهمت في مساعدتنا عبر المطارات، كل هذا يتم تأمينه عبر طبعا رجال المرور إلى مراكز الإيواء وإلى من يحتاجها في أي محافظة من المحافظات السورية. وكما تعرفين الآن نمر بمنخفض جوي أيضا قاسي ويتأثر طبعا الطريق وحالة الطرق سواء بين المحافظات السورية أو حتى بين المطارات وبين مختلف المناطق التي تعرضت للزلزال. أيضا هنا لمراكز الطرق العامة دور هام جدا في تأمين الطريق الدولي الذي يربط بين المحافظات بفتح الطرقات وتسهيل حركة مرور طبعا سيارات المساعدات والإغاثة عبر مراكز الطرق العامة المجهزة طبعا بكل ما يلزم. حتى الآن نستطيع القول أن المحافظات الأربع طبعا دوريات المرور كغيرهم طبعا من الجهات العامة والخاصة والأهالي وهو طبعا متواجدة في هذه الأماكن تساعد وتقوم بهذا الواجب طبعا الوطني الكبير طبعا وتساهم بشكل فعال وفق طبعا واجباتها في إدارة الأزمات والكوارث.
أكيد تحية لكل رجال المرور عم يكونوا باستنفار كامل وجاهزية كاملة في جميع المحافظات المتضررة. أكيد نوجه لهم تحية. ذكرت كثير من الواجبات عم يقوموا فيها خارج نطاق عملهم، عم يكونوا جاهزين على مدار الساعة، عم يقدموا المساعدات، عم يفتحوا الطرق، قاموا بدورات إسعافية أولية لمساعدة جميع المصابين اليوم. فتحية لجميع القطاعات وخصوصا رجال المرور والدفاع المدني وجميع فرق الإغاثة الموجودة على الأرض. نحن أمام كارثة إنسانية جدا كبيرة، فكلياتنا عم نشوف اليوم في تكاتف كثير كبير لجميع القطاعات والمؤسسات، إن كانت خاص أو عام أو مجتمع محلي. فأكيد نحن بنعتز وبنفتخر بهي الجاهزية وبكل الرجال اللي عم يقوموا بعملهم اليوم. خلينا نحكي عن رجال المرور، كلمة بتحب توجهها لإلهم؟ مثل ما قلت ظروف قاسية صعبة استثنائية، نحن أمام منخفض برد، طرقات مقطوعة عم يتم فتحها من قبل رجال المرور لوصول المساعدات لجميع المتضررين اليوم. هذا هو الواجب سيدتي، هذا هو واجب وزارة الداخلية، وهذا هو واجب رجال المرور بالدرجة الأولى. هؤلاء الذين يمتشون بكل ساحات الوطن في الظروف العادية والاستثنائية و نحن لا نرتاح ولا فعلا نرضى إلا فعلا برضاء الأخ المواطن، ولا نقبل إلا أن نقوم بهذا الواجب بكل صدر رحب، وخاصة في هذه الكارثة التي تتطلب منا فعلا تضافر قوي جدا جدا في سبيل التخفيف عن الأخوة طبعا الذين تعرضوا لهذه الكارثة. فنحن فعلا بصراحة نرضى ونقبل ونكون سعداء فعلا عندما نخفف على هؤلاء طبعا المصابين، هؤلاء الذين طبعا جزء مننا، ويجب أن تتكاتف كل الجهود طبعا الحكومية والمؤسساتية والأهلية في سبيل طبعا التخفيف عن هؤلاء قدر المستطاع. طبعا الرحمة لكل الشهداء الذين طبعا أصابتهم هذه الكارثة، ونتمنى طبعا أن نحصل وعلى ناجين يا رب هذه الكارثة، وطبعا كل الشفاء إن شاء الله للجرحى، وإن شاء الله وزارة الداخلية كما كانت ستكون وتكون، ورجال المرور طبعا عنوان لهذه الوزارة، وهم طبعا الوجه الأبيض فعلا الذي ينتشر في كل شوارع سوريا. أكيد إن شاء الله يحمي سوريا بلدنا ويحمي جميع الناس. وشكرا لك سيادة العميد، وشكرا لجميع رجال شرطة المرور يلي عم يقدموا كل المساعدات وعم يهونوا ويفتحوا طرق بهذا الجو السيء والبرد. أكيد بدنا نقول شكرا لسيادة العميد جهاد السعدي مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية. أكيد تحية لكل رجال المرور والدفاع المدني الموجودين على الأرض اليوم المستمرين بمساعدة المتضررين وإيصال المساعدات لإلهم. تحية لجميع القطاعات المؤسسات الوزارات اللي عم تقوم الآن ضمن ظروف صعبة بواجبة. المجتمع الأهلي عم يفاجئنا دائما بعمل الخير والتكاتف والتظافر، عم نشوف على مواقع السوشيال ميديا في مساعدات هائلة. اليوم عم نشوف نداءات كل الناس عم تحاول تكون اليوم إيد واحدة، عم تحاول تقدم أي شيء ممكن تقدر عليه، أي شيء مساعدة بسيطة إلى أثر إيجابي على أرض الواقع.